معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. معالي الوزير مساء الخير وتحياتي لحضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك معانا. يعني واحنا بنتكلم النهارده عن الافتتاحات، الجانب اللي شفناه في كلمه حضرتك وتواجدك، وكمان الانشاءات الخاصه بالجانب الرياضي والترفيهي بالنسبه للقاطنين هذه المناطق. خليني يعني اسمع من حضرتك، احنا اللي قراناه واللي شاهدناه بيدل اننا بنبني مجتمعات جديده كامله متكامله. خليني استمع لراي حضرتك ولمعلوماتك، اتفضل. طبعا حضرتك يعني كل المصريين وكلنا فخورين باللي بنشوف تطوير يعني احياء سكنيه متكامله وخطه متكامله زي ما طبعا فخامه الرئيس اكد، وشفنا كمان معالي وزير الاسكان وهو بيتكلم على الخطه الزمنيه للانتقال من العشوائيات الى المناطق الحضريه اللي موجوده. الحقيقه التطوير العمراني الحضاري للمناطق بتشوفها على مستوى عالي جدا، يمكن زي ما شفنا جوله فخامه الرئيس، المواطن بينتقل الى شقه مجهزه بكل حاجه. طيب التطوير ده لازم يعني كم من الخدمات بيكون موجود؟ من ضمن الخدمات ديت الخدمات الشبابيه والرياضيه، وده بيكون دورنا كوزاره الشباب والرياضه في التواجد، في ان احنا بنصمم ايه المفروض المنشا يكون موجود، ايه الخدمات اللي هتكون او بتكون موجوده فيه وعمليه انشائه. وده تجسد في اللي احنا شفناه النهارده في افتتاح فخامه الرئيس للمدينه الشبابيه الرياضيه بحالة. حضراتكم بتعملوا ده يعني كوزاره الشباب والرياضه، بيكون المتابعه دي والتواجد ده في اي مدينه سكنيه الدوله بتعملها جديده؟ احنا طبعا بنعمل ده في كل التطوير للمنشآت عشان المنشآت كلها مجتمع يعني متكامل. وكمان يسعدنا النهارده يمكن المدينه الشبابيه والرياضيه والاسوات، احنا بالتعاون مع صندوق احياء مصر الحقيقه قدرنا نصل الى يعني هذا الشكل، وده يعني فيرجن او نموذج موجود في كل حته يعني من الاماكن اللي فيها تطوير. فأكيد طبعا لنا أدوار سواء في مدن شبابية رياضية أو مراكز شباب وتشغيلها وانضمامها إلى الخدمة. وزي ما ذكرنا يعني مصر فيها 10,025 منشأ شباب رياضي سواء أندية أو مراكز شباب وكل المنشآت الشبابية الرياضية. لكن طبعا شيء مهم جدا إن احنا نشوف في المجتمعات العمرانية الجديدة هذه الإنشاءات إن شاء الله يكون تدويرها أو إدارتها برضو على نفس المستوى. مساء الخير معالي الوزير، انا معتز عبد الفتاح مع حضرتك، وطبعا كل التحيه. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك، كل التحيه لحضرتك والمجهود الكبير اللي انتم بتبذلوه. هو بس انا عايز يعني اسمع من حضرتك تاكيد او نفي، هل المؤسسات الرياضيه والشبابيه اللي حضراتكم بتقوموا بيها هل فيها كمان بعد تثقيفي وتوعوي ويعني عايز اقول مش بس الرياضه، في ابعاد اخرى في المساله؟ كلام حضرتك مظبوط جدا، احنا بنهتم بهذا الموضوع ان هو يكون متكامل. ليه؟ لان ما هو ده بيخدم مجتمع، فبيخدم مجتمع وبيخدم مجتمع كمان من خلال التنشئه المتكامله. التنشئه المتكامله ديت للشخصيه الانسانيه، ما هي بتكون بدنيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا. عشان كده اي موقع بيكون فيه الجانب الاجتماعي ده مهم جدا، وكمان الجانب التعليمي والتثقيفي داخل المؤسسات احنا بنعمل حسابنا عليه بشكل كبير جدا، وطبعا اكيد الجانب الرياضي. فالمجتمع احنا بنعمل يعني تطوير حضاري من خلال مؤسسات. نعم. وتنشئه اجتماعيه من خلال مؤسسات. عشان كده يمكن يعني فخامه الرئيس كانت تؤكد على ان يعني هذه المنشات بتعمل جيل ثاني وجيل ثالث مختلف. لانه هيكون في نشأة اجتماعيه صحيحه تختلف عن التنشئه الاجتماعيه لو كان استمر في يعني المكان القديم اللي هو يعني شفناه النهارده. كان اكيد حضرتك هتتنبأ بالمستوى الثقافي والبيئي والاجتماعي اللي ممكن يكون موجود، واللي هيختلف بال يعني الاداء الحضاري اللي احنا شفناه وبنشوفه. عارف معالي الوزير، انا بيحضرني كده حاجه ليها علاقه طبعا بمجال حضرتك، عمل حضرتك وحضرتك استاذنا، يعني
اللي هو قعدنا فتره طويله قوي احسن حارس مرمى في مصر وعصام الحضري، يعني لغايه ما بلغ مثلا بقى عنده حاجه و40 سنه. مصر دي كلها بالناس اللي فيها دي كلها ما فيش فيها غير محمد صلاح واحد، وهكذا يعني. فكان السؤال طب هو المشكله انه خلاص مصر يعني ما بقتش بتنجب مواهب، ولا احنا ما عندناش طريقه، ما عندناش اسانسير ولا سلم يطلع عليه المواهب ديت. متهيألي اللي حضرتك بتعمله بالذات في المناطق اللي هي بتبقى يعني زي كده زي الاسمرات وغيرها، ان حضرتك بتدي فرصه للمواهب انها تطلع على السطح، فنلاقي ربما في مجال الغناء عبد الحليم حافظ، في مجال الرياضه اسماء بارزه. يعني قصدي احنا مش بنعمل عمل للتسليه، احنا كمان بنرفع من الشان العام لمصر بان احنا المواهب يعني تقفز الى السطح ونقدر نستفيد منها. حضرتك يعني رحت لنظريه ثانيه ايضا، ما هي كل المنشآت الرياضيه ديت هي بتوسع قاعده الممارسه من خلال توسيع قاعده الممارسه، يعني زياده عدد الممارسين الموجودين هيتم الانتقاء لان خلاص احنا وفرنا المنشآت الرياضيه، ففي كتير ما كانش متاح لي الممارسه في كل الالعاب اللي موجوده، يعني احنا بنتكلم على بعينها يعني. فلما نوفر الظروف الملائمه اكيد هيطلع لاعب هيمثل منتخب بلاده في لعبه فرديه او لعبه جماعيه، وهتدينا فرصه كمان ان احنا نعمل انتقاء، لان احنا عندنا مشروعات قوميه، عندنا مشروع قومي كبير اسمه مشروع قومي الموهبه والنشئين والبطل، بنحط اللاعبين وننتقيهم في برامج علشان نوصل لمضاعفات الاربع سنوات للدورات الاولمبيه، يعني 2020 2024 2028 2026. فيعني حضرتك نقلت لنا لنظريه مظبوطه واحنا طيب. معالي الوزير، حضرتك النهارده في كلامك امام السيد الرئيس اشرت لان مصر 2021 هتستضيف حوالي 30 حدث رياضي، هل ممكن نعرف ابرزهم هيكون ايه يا فندم؟ طبعا احنا الحمد لله مصر اصبحت يعني هاب كده كبير لاستضافه الاحداث الرياضيه لما بنقدم بيها، عشان كده احنا 2021 هيكون في 30 لعبه يعني هنستضيفها مصر، لكن اهمها بطوله العالم لكره اليد اللي حدث جدا 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 في العاصمه الاداريه الجديده من المفترض. اربع صالات من ضمنهم صاله العاصمه الاداريه الجديده، وعندنا صاله اكتوبر، وعندنا برج العرب، وعندنا هيئه استاد القاهره. بطوله العالم للدرجات في مضمار الدرجات الجديده استاد القاهره، بطوله العالم للجمباز، وكاس العالم العسكري لكره القدم، وبطوله العالم للسلاح الكبار، وبطوله العالم للسلاح للناشئين، وكاس العالم لليد، وكاس العالم للسكواش للجامعات. طيب خليني برضو اسال حضرتك عن مبادره دراجتك صحتك اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه، هل ممكن نعرف المزيد عن تفعيل هذه المبادره؟ الحقيقه فعلا احنا يعني في برنامج كبير للتنميه والتنميه الصحيه من خلال الرياضه يعني والصحه واللياقه البدنيه، اللي اطلقنا المبادره دراجتك صحتك، هي بتعبر عن ان الدراجه وسيله مهمه جدا للصحه، واحنا شفنا زي ما سياده الرئيس النهارده يمكن في حديثه قال ده شيء مهم جدا وندعمه، واحنا شايفين تاثير الرياضه على الكورونا ايه بشكل واضح وصريح. احنا اطلقنا دي فكره يعني موجوده من احد شباب الوزاره في الحقيقه، واحنا يعني المبادره كملناها. احنا بدانا ب 2400 دراجه بالاشتراك مع الهيئه العربيه للتصنيع، طبعا اكيد مدعمين السعر بتاعها. كمان ال 2400 احنا اطلقنا من خلال ضوابط وزاره الشباب والرياضه دراجتك صحتك، دي هتبقى موجوده في كل المحافظات يا فندم؟ هي هتطلع مركزي من هنا، لكن فاتحين اونلاين لاي حد على مستوى مصر. من خلال الاشتراطات اللي احنا وضعينها، احنا عاملينها في الحياه اونلاين. هل في اشتراطات بعينها؟ بما ان حضرتك بتقول في اشتراطات موضوعه، يعني ايه هي مثلا؟ لا هي مش اشتراطات، هو يملى بس الابلكيشن عشان يكون في زي يعني ما فيش سن محدد يعني عادي؟ لا 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 خلص. اي مواطن من حقه ان هو يحصل عليها لو بس قدم كتب البيانات الخاصه بيه. يملى الاستماره، لان احنا لما اعلنا وموجود بالفعل بدايه 2400 ده الدفعه الاولى، احنا يعني عملنا 2400 عشان نبدا بيهم، لكن فوجئنا ان الحجز الحمد لله اونلاين دخل 50,000 عايزين نحجزه يعني. فاكيد احنا مكملين على طول، يعني دفعه اولى ودفعه ثانيه ودفعه ثالثه، احنا مستمرين في هذا من خلال اونلاين يعني من خلال الحجز المسبق ده، لان احنا عايزين ننشر الدراجه تكون اسلوب حياه وتكون رياضه وتكون بشكل كبير. والنهارده يمكن شفنا النماذج اللي هي هتكون نازله في هذه المبادره.
شكرا حضرتك طبعا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شكرا يا فندم.